صباح الخير، بقالي فترة مش عارفة أو مش عايزة أصور موضوع بعيدا عن الأحداث اللي بتحصل، لأني بعتبر ده نوع من أنواع الهروب من المعاناة اليومية اللي بيعيشها عرب ومسلمين، محتاجين توعية، محتاجين أي شخص عنده قدرة إن هو يوعي، حتى لو في 10 بس هيتأثروا بكلامه، محتاجين إن هو يوعيهم ويعرفهم إيه اللي بيحصل وإيه القضية اللي موجودة عشان تستمر القضية دي معروفة لحد الأجيال المتعاقبة. فإحنا محتاجين كل شخص عنده قدرة إن هو يوصل الرسالة أو يعرف الجيل اللي موجود الأحداث اللي بتحصل حواليه، ومحتاج يعرف ايه القصة بالظبط بعيدا عن اي تزييف للحقائق ممكن يتعرضوا له. حاجة تانية، ان انت بتساند الناس اللي عايشة في الاجواء دي وتحسسهم ان انت تقدم لهم اي مساعدة. طبعا اي شخص هيقدم اي مساعدة اكيد مش هتعتبر اي حاجة في ظل الاجواء اللي هم بيعيشوها. شعب فلسطين بيعتبر مثال حي ومثال قوي جدا على الصمود والدفاع عن الارض باستماتة، يستحقوا ان العالم كله يتعلم منهم. كل المساندة وكل الدعم ليكم، وربنا ينصركم باذن الله. قوانين كانت بتمنع تماما وجود اليهود او حيازتهم او امتلاكهم لأرض فلسطين. بريطانيا في عام 1910 قدرت تضغط على الدولة العثمانية وتنفذ أو تمرر قانون تصرف الأشخاص الحكيمة، والقانون ده بيعتبر كارثة بكل المقاييس، وهو القانون اللي سمح للشركات بالتصرف في الممتلكات الغير منقولة. المؤسسات الصهيونية استغلت القانون ده للتعدي على أراضي في قلب فلسطين، واللي حصل بعد كده كان أقوى لأن زاد الضغط على الدولة العثمانية في عام 1911، وده اللي منح الأجانب حق امتلاك الأرض والتصرف في الأراضي العثمانية ما عدا منطقة الحجاز. الجهود البريطانية استمرت لإنجاح مشروع الاستيطان اليهودي لحد ما قدروا يمتلكوا بالقوة أو بالمراوغة 650 ألف دونم. ملاحظين معايا أن كل المجهودات اللي حصلت كانت الدعم الأكبر موجه من بريطانيا. بريطانيا في الوقت ده او في التوقيت ده او اوروبا بشكل عام كانوا بيسعوا لتهجير اليهود لاراضي بعيده عن اوروبا، لانهم كانوا عاملين ازمه او عاملين مشكله في الدول الاوروبيه، وكان عددهم متزايد لدرجه خلت التفكير كله يتوجه الى مساعده اليهود لاستيطانهم في ارض تانية بعيدا عن اوروبا، في نفس الوقت يكونوا في وسط الاراضي العربيه. طول الفترة دي كان في مجهودات رهيبة لاستيطان اليهود في أرض فلسطين، من ضمنها طبعا تزايد الهجرة في عام 1882، ده غير المساعدات الأوروبية اللي كان بيتم تقديمها لحصول اليهود على امتيازات أكبر، غير كمان مساعدة العائلات الثرية اليهودية من أجل يعني تنفيذ مشروع الاستيطان بشكل أقوى وبشكل أسرع. في التوقيت ده الفلسطينيين ما كانوش واقفين بيتفرجوا على اللي بيحصل، لكن كانوا بيحاولوا يواجهوا المد اليهودي اللي بيحصل، لكن طبعا يعني كفة الميزان ما كانتش موزونة من المساعدات اللي بتقدم هنا ومساعدات اللي بتقدم في الجانب التاني، أو القوة هنا والقوة هنا. فاللي قدروا يعملوه في التوقيت ده ان هم يأسسوا لجان لمواجهة المد ده، زي الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية الشبيبة النابلسية وغيرهم من الجمعيات اللي كان هدفها مواجهة المد أو محاولة الاستيطان اللي بتحصل، غير كمان مساعدة بعض السماسرة اللي هم كانوا يعني بيشتروا من العرب وبعد كده بيبيعوا للجانب اليهودي، لكن دي نسبة ما تتعداش 1%، دي كانت نسبة قليلة جدا من مساحة أراضي فلسطين. لكن على الجانب التاني هنلاقي ان في شعب حاول بكل جهده ان هو يتمسك بأرضه لحد النهاية، زي منهم عائلة آل الحسيني وغيرهم طبعا كتير، اللي حاولت بريطانيا تقديم إغراءات كبيرة جدا ليهم من فلوس لأراضي زيادة عن الأرض اللي هم كانوا عايشين فيها، لكن طبعا كانوا بيرفضوا رفض شديد جدا. ده بيعتبر اللي عمله أغلب الشعب الفلسطيني، يعني النسبة الكبيرة جدا هي اللي عملت الموضوع ده وهم اللي تمسكوا بأرضهم لحد النهاية. لكن على الرغم من كل اللي احنا اتكلمنا فيه، كل اللي فات ده حاجة واللي جاي حاجة تانية. بعد ما قدمت بريطانيا تسهيلات أكبر لليهود بتنفيذها لوعد بلفور اللي قدم تسهيلات كبيرة جدا لليهود وقدم لهم امتيازات أكبر، خلى الاحتلال تقريبا حاجة شبه واقعية. لكن على الرغم من كل التسهيلات والامتيازات اللي قدمتها بريطانيا طول الفترة اللي فاتت دي، لكن اليهود لحد انتهاء الانتداب البريطاني كان كل اللي بيحصلوا عليه 2 مليون دونم من مجموع أراضي فلسطين، يعني حوالي 7% من أراضي فلسطين. يجي بعد كده القرار الصادم وهو تقسيم فلسطين اللي منح اليهود المساحة الأكبر من أراضي فلسطين وهي 54%. بعد القرار ده توالت الكتير من الأحداث لحد عام 1949 من سن قوانين بتساعد على نقل ملكية الأرض لملكية الدولة وتفريغ المواطنين من أرضهم، وكتير من احداث الفزع والترهيب والمجازر الكتير قوي اللي حصلت، منها دير ياسين
اللي كانت يعني فجة جدا، وكانت بتعتبر من أقوى المجازر اللي فرغت فلسطين من مواطنيها أو من شعبها بنسبة كبيرة جدا. لحد التوقيت ده قدر الاحتلال أنه يستولي على 80% من أراضي فلسطين. بعد حرب 67 استمرت الاستيلاءات والمصادرات للأموال والأراضي وكل الحيازات المتعلقة بالجيش والشرطة الأردنية، لحد ما وصلت فيما يزيد عن 25% من مساحة الضفة الغربية. أما بالنسبة لمدينة القدس فتم هدم حي المغاربة، وطبعا تم تفريغه من سكانه ومصادرة حوالي 20% من مساحة البلدة القديمة خلال الشهر الأول من الاحتلال. بعد كده اضطرد أكثر من 6000 فلسطيني خارج المدينة، وتصادر 630 منزل، واتهدم 135 منزل تانيين. بعد كده اتصادرت باقي القرى المميزة في المدينة. خلاصة الموضوع ان عمليات المصادرة نتج عنها استيلاء الاحتلال على 56 ألف دونم من مجموع 63 ألف هو أصلا مساحة القدس العربية. طبعا طول الفترة دي الشعب الفلسطيني بيثبت تمسك ومقاومة وبطولات وإنجازات رهيبة جدا من أجل التمسك بأرضه في النهاية، وعدم رغبته في التنازل عنها بأي شكل من الأشكال لحد آخر نفس. يعني في ناس كانت بتفضل إن البيوت دي تتهدم فوق رأسها عن إنها تخرج منها أصلا، على الرغم من الإغراءات الكتير جدا اللي تم تقديمها ليهم أو عرضها عليهم بهدف أو بنية التنازل عن أرضهم. لكن طبعا تمسكهم بأرضهم وبيوتهم لحد النهاية احنا شفناه وبنشوفه لحد دلوقتي في الأحداث اللي بتحصل حوالينا. غير كمان إن علماء المسلمين أصدروا فتاوى بهدف تجريم أو تحريم بيع الأراضي الفلسطينية لليهود، أو حتى السمسرة عليها أو الرضا عن الموضوع ده إنه يتم أو السكوت عنه. كل الدعم والاحترام والتقدير لشعب فلسطين، وربنا ينصركم بإذن الله. مع السلامة.